مساء الخير يا كابتن شوبير، منورنا. ربنا يخليك. تحياتي ليك ولأسرة البرنامج والقناة الأهلي، وأنا سعيد إن أنا بتواجد دايما مع أسرة النادي الأهلي ربنا ممثلة يخليك، طبعا في القناة بتاعتها. ربنا يخليك. هقول أسرة النادي الأهلي، يقول لك أصل ده أهلاوي فبيسيب الماتشات للأهلي على طول يعني، لكن هو لا طارق من الأدب ومن الذوق ومن الاحترام إنه بيعرف يحيي الناس يعني الحقيقة يعني. وأنت أنا عارف إنه أنت ليك احترام عند كل جماهير كرة القدم في مصر، وخصوصا النادي الأهلي. هم مش ناسيين أنت فزت النادي الأهلي ببطولتين، لكنه كانوا يعني طبعا الأهلي بيزعل جدا عشان بيخسروا، لكنه يعني إنها كانت مع واحد محترم زيك، إنه واحد كنت دايما وابدا بتتكلم عن النادي الاهلي بكل الاحترام، على مانويل جوزيه، فتره المعايشه مع النادي الاهلي، فكلها حاجات جميله اللي هي الفير بلاي او المنافسه الشريفه. يعني عاوز اقول طبعا، يعني انا بشكر النادي الاهلي اولا لان هم مع بداياتي اول من ساندني. فعلا. طبعا نعم. يعني، والتاريخ يعني بيعيد نفسه من جديد. يمكن انا اتكلمت معاك كتير جدا في نعم. الموضوع ده، وانت ما تنساش بداياتي طبعا مع كانت حرس الحدود وذهاب المستر مانويل جوزيه، نعم. والنادي الاهلي فتح صراع وليا كاول مدرب يعمل يعني معايشه مع صحيح. مستر مانويل جوزيه، واخد منه عصاره خبرته. وزي ما انت بتقول للنادي الاهلي ما زعلش، وده اللي حقق يعني لما خدت البطوله من النادي الاهلي، وجماهير النادي الاهلي كلها عماله بتحييني وانا ده بلف صحيح كاس صحيح، لما خدت الكاس. في مشهد نادر. طبعا في مشهد نعم نادر، نعم والنادي الاهلي انت يعني خدت الكاس وخدت السوبر، وخدت السوبر و بس ما عملهاش تاني بقى يعني كده كفايه يعني. فانا كنت سعيد جدا جدا جدا. فطبعا انا بشكرهم طبعا، وطول عمري طبعا في كل احاديثي ما بنساش فضل النادي الاهلي لما فتح لي يعني ابوابه، وما بنساش فضل طبعا مستر مانويل جوزيه لما نعم احتضنني، وصراحه دي اثرت في شخصيتي كمدرب بشكل كبير جدا وفي مسيرتي. فالحمد لله رب العالمين، كل النجاحات اللي انا عملتها الحمد لله رب العالمين ترجع لله سبحانه وتعالى واجتهاد الواحد، وطبعا يعني العلاقات القويه المتينه طبعا مع كل نجوم النادي الاهلي صحيح. والمتواصلين لحد الان في كل المجالات على الصعيد الرياضي كله ان شاء الله. طيب خليني في النقطة دي بس ما فوتش لقطتين. اللقطة الأولى مرة كسبت مانويل جوزيه بس ما كانش فاينل، ده في 2016 وقال لك إيه بعدها؟ قال لي عاوزك، كان هو واخد اجازه من النادي الاهلي، وقال لي عاوزك ارجع تكون حاصل على البطوله. وخدت البطولة، وخدت البطوله خدت البطولة في الوقت ده. وخدت البطوله، كان سعيد جدا جدا لان دي كان مباراه كاس مصر كان تبعت المعايشه اللي كانت معاه بعدها. بعدها مباشره. اللقطة هي يا جماعة على وهو الشاشة قدام حضراتكم. وده يعني قام مستر مانويل جوزيه، كنت شو الصورة بتعبر يعني عن نفسها، نعم. كان سعيد وبيضحك، وكانت أول رغم انه مرة خسران. كان أول مرة مستر مانويل جوزيه يقوم للمدرب ويحييه، وهو هنا بيكلمني بيقول لي أنا رايح البرتغال وعاوزك أجي ألاقيك. لعبت مين في الفاينل سنتها؟ لعبنا إنبي، إنبي مش كده؟ لعبنا إنبي في النهائي. وكان ماتش حلو على فكرة. طبعا انا ده فاكر كان كاميني ديربي. سجل اخر ضربة ترجيح ده، كاميني هو صح اللي كده؟ بالظبط، كاميني هو اللي احرز الهدف هو كان الفوز. بطل، صد وسدد كمان. يعني كان مؤثر جدا كاميني معانا في فريق حرس. فريق الحرس كان في طب حطولنا بس يعني عشان اتفرج معاكم. ما على شمالي ماشي اوكي. ايوه يا كابتن فريق طارق. الحرس كان في الفتره ديت في عنفوانه، وكنا مثلنا. وكمان ما تنساش امبي برضه، الامبي والحرس كانوا الاثنين كانوا لسه صاعدين طبعا وعملوا نتائج جيده جدا. ويمكن احنا طبعا وصلنا للنهائي، المهدي نهائي سليمان كاس الحارس ده مش كده؟ نهائي كاس مصر، وخدنا البطوله. بص كانوا الحراس الاول يتقدموا قدام زي ما هم عايزين. انت شايف النهائي مش اهلي وزمالك، النهائي حرس حدود وامبي. نعم حرس حدود وامبي. حرس نعم حدود وامبي نعم لا دي حاجه لو انت الشاشه فتحت شوف الجماهير المتواجده قد نهار ايه ابيض، يا نهار ابيض. يعني شايف الجماهير اللي كانت متواجده قد ايه في مباراه بيمثلها حرس الحدود وامبي. نعم. وحرس الحدود يعني من 2005 ل 2011 يعني صراحه يعني كان فريق قوي جدا جدا، وكان فريق بطولات. عبد الله رجب، كل دول مدربين يا جماعه. شفنا احمد سعيد بوكا، وشفنا كل عبد ده الله اجيال دلوقتي بقت رجب، مدربه. واحمد عبد الغني وحتى كاميني متواصل معايا مدرب هناك في والله. الكاميرون، مدرب حراس هناك في الكاميرون، ماسك منتخب الاولمبي، ماسك المنتخب الاولمبي هناك في الكاميرون. وهنا كاميني هو اللي سدد. كان المدرب صراحه كابتن فارق انور معاه، سلامه، كان يا انور نهار سلامه هو اللي ابيض. ماسك ام بي. بس المدرجات يا جماعه شفتوا كانت منوره ومزعزعه ازاي. استاد القاهره، لا ده استاد القاهره كان مقسوم.
مقسوم. حتى امبي كان لها جماهير. امبي كان مهندس سامح فهمي. مهندس سامح فهمي كان وزير البترول. مش عاوزين ننسى طبعا سياده المشير ربنا يرحمه طبعا، لانه كان كبير جدا بفضل كبير جدا بعد الله سبحانه وتعالى في الوصول للطفره الكبيره جدا. عبد الرحيم طبعا اللي هو يعني قد صراحه يعني قيادات الواحد اعتز طبعا بالعمل معاها وارتبط معاها بشكل كويس جدا جدا. ويعني صراحه يعني تاريخ بيسطر. نعم. وانا عاوز اقول لك على قصه يا ريت يمكن لاول مره اقولها. احكي بقى، احكي يا راوي. وانا رايح لمستر مانويل جوزيه طبعا لازم استاذن اللي هو عبد الرحيم رئيس نادي حرس الحدود. فكان اللي هو عبد الرحيم الله يرحمه معترض. كان معترض ان انا اروح لفريق منافس النادي الاهلي. ويصادف كان معاه في وقت اللي انا بستاذن ده كان في اللي هو انا مش متذكر اسمه بالظبط، لكن من اصدقاء اللي هو عبد الرحيم واهلاوي جدا جدا جدا. تمام. فبقول له انا فندم انا رايح، انا اللي هستفاد وانا اللي هيجي عليا انا اللي هستفاد، وبالتالي فرقتي هتستفاد، انا رايح استفاد من خبره افضل مدرب موجود على الساحه حاليا. بقاله 10 سنين بطولات افريقيه بطولات محليه ومدرب بفكر اوروبي، ومفيش افضل منه في الوقت ده ان انا اروح استفاد منه، وانا لسه بخطو خطوات الاولى مع حرس الحدود. بس انت كنت كنت صعدتهم تقريبا. لا انا صعدتهم 2000. وبعدين اشتغلت مع كابتن حلمي 4 سنين. ايوه صح كده، 4 سنين. مع الكابتن رحت سموحه بعد شوية. كده انتقلت لسموحه شويه. أيوة. وبعدين جيت تاني بعد ما كابتن حلمي مشى. ايوه. توليت المسؤوليه. نعم. من بعدها 2005 ل 2011. 2005 2011 حصل نقل طبعا كاملة. فالمهم انا متذكر كلمه اللي هو اللي كان مع اللي هو عبد الرحيم. الله يا عبد الرحيم، الولد بيقول لك رايح يستفاد من النادي الاهلي، اكبر نادي في مصر، اكبر نادي في افريقيا، مع افضل مدرب في افريقيا، بعقليه اوروبيه، رايح بمسدس هيرجع لك بصاروخ. حلوه دي، حلوه. فهيأثر. قلت له يا فندم انا اللي مستفاد والنادي بتاعي استفاد. وفعلا يعني صدقت يعني حسي اللي انا كنت متوقعه، ان احنا فعلا بعد المعايشه دي حرس الحدود انتقل نقله نوعيه كبيره جدا جدا جدا. انت لو تلاحظ من مسيره حرس الحدود من 2005 ل 2011 مرورا باثنين كاس وسوبر. ثم ما تنساش 2011 كنا اول الدوري. اول الدوري. لعبت انت خسرت المباراه الاولى امام الاهلي بس ولعبت 12 مباراه. 13 مباراه كسبت 12 متتالي. 12 ويمكن كان ريكورد مش طبعا ما حصلش. خليني بقى ارجع مع طارق العشري اللعيب، لانه الناس كثيره طبعا عارفه طارق العشري وعارفه تاريخه التدريبي والانديه الكثيره اللي انت توليتها ما بين المقاولين وما بين امبي وما بين الاتحاد السكندري وما بين حرس الحدود وسموحه وغيرها، الجيش طلاع الجيش وغيرها. من الانديه الكثيره. يعني تدربت المقصه ولا لا؟ لا ما دربتش مصر المقصه. لكنه طارق العشري اللي دربت وادي دجله. وادي دجله. ايوه مظبوط. وادي دجله انهم كانوا متشابهين الحقيقه، وكانوا الاثنين فرسين رهان بالزبط. داخل الدوري المصري. والله بنتمنى العوده لوادي دجله، ونتمنى يعني ايه الفتره الصعبه على المقاصه انها يطلعوا منها ان شاء الله ويرجعوا كما كانوا باذن الله. لكن عايز ارجع لطارق العشري اللعيب، لانه ده مهم جدا جدا الناس تتعرف على تاريخك يا كابتن طارق. انا بدات في كفر الدوار. في انت من ابناء كفر الدوار. ابناء. نعم. كفر الدوار، غزل كفر الدوار. نعم. وكان عندنا مدير القطاع كان الحاج الشتا. حاج الشتا ده كان لعيب كبير، وكان اسم مشهور، اسم كبير جدا. نعم. تمام. وكان في القطاع. فكان بيدور في الاقاليم زي ما انت كده شايف في الغزل، وياخد العناصر المبشره لنادي الاتحاد. نعم. كويس. انا ما كنتش من ضمنهم يا راجل. انا رحت صدفه النادي الاتحاد. صدفه. لواحد زميلي كان جاري في نادي الاتحاد في كفر الدوار، كان هو اللي راح يختبر، وقال لي تعالى اتفرج عليا. ف رحت اتفرجت عليه في المدرجات. فكان ماسك الله يرحمه الفريق 16 سنه كابتن علي الكلاب. الله. وكابتن جابر مشهور بلقب الصرصار. كابتن محمد جابر. نعم. مشهور بلقب الصرصار. والاثنين كانوا ماسكين فريق 16 سنة. فبعد ما اختبر زميلي ما قبلش.
ما قبلش. فخدت لبسه ونزلت. لا والله. اه والله. انت قلت له هات اللبس انزل انا بقى. اه فقلت له انا هاخد اللبس فكان الكابتن علي خلصوا اختبارات، فرحت قعدت انادي على الكابتن علي وهو ماشي رايح لغرفه الملابس. قلت له انا عاوز اختبر يا كابتن. فالتفت كده مره واحده كده التفت قال لي يا ابني احنا خلصنا اختبارات. قلت له لا انا عاوز تختبرني. انا جاي من كفر الدوار. اه انا جاي من كفر الدوار وعاوزك تختبرني. فبص ليا كده ومره واحده كده ثبت وفكر شويه وبعدين قال لي انت بتلعب ايه؟ قلت له انا بلعب مساك. من يومك مساك؟ اه. قال لي انت بتلعب مساك؟ قال لي. فبص من فوق لتحت، ما تنساش الكابتن علي كان بيلعب في مركز قلب الدفاع. نعم. فالمهم قال لي اختبرني، اختبر التقليدي الكنترول على الكنترول بتاع الكوره والباسنج والهيدرز. فقال لي تعرف، قال لي انت بتلعب فين؟ قلت له بتلعب في غزه كفر. قال لي تعرف تجيب الاستغنى؟ قلت له اعرف على طول كده من غير ما ادخلك تقسيمه ولا بتاع ولا اي حاجه؟ قال لي تعرف تجيب الاستغنى؟ قلت له اعرف اجيب الاستغنى. حلو. المهم جبت الاستغنى وجيت وابتديت من 16 سنه في فريق مع كابتن علي. كابتن علي. بعدين مره الكابتن علي بيقول لي يا ولد ده طارت، عارف انا لما انت جيت قلت لي انا عاوز اختبر، قلت له قال لي انا كنت بدور على مساك. يا نهار ابيض سبحان الله. فمن ساعتها بقى 18 سنه، انت عارف احنا كنا من 18 سنه بنبتدي ينشلوا علينا الفريق الاول. مظبوط. من 18 سنه 19 سنه ابتديت اخش مع الفريق الاول مع الكابتن اباظه والكابتن علي الكابتن فؤاد مرسي. كانوا ماسكين فريق اول. كان ده يتولى يعني فتره وبعدين ده يتولى فتره ثانيه. والاتحاد كان دايما بيعتمد على ابنائه في التدريب يا كابتن. كابتن كاتو، كابتن فؤاد مرسي، كابتن اباظه. احنا كان عندنا ثلاث مدربين بيتناوبوا. كابتن اباظه، كابتن فؤاد مرسي، الكابتن فاروق احمد علي. ايوه مظبوط. فالثلاثه دول يمكن كانوا هم الابرز في الفتره دي. دخل معاهم الكابتن شحته بس كان الله يرحمه. ايوه شويه صح عليه رحمه الله. وكابتن بوبو الله يرحمه برضه كان بيمسك على مدير الكوره. كابتن عبده بالعيله طبعا هو اللي كان علاج طبيعي. ومعد البدني. هو كان مدرب احمال. والمعد البدني زمان. ومعد بدني من غير ما يطلعوا كلمه المعد البدني ما كانتش لسه انتشرت. بالظبط كده بتاع الفريق. ابتديت احط رجلي بشويه لحد مباراة المصري في بورسعيد موسم 83 على الله يرحمه كاستن مسعد نور. مسعد نور. وكابتن اباظه خد قرار ان انا العب المباراه دي. يا نهار ابيض على مسعد نور في بورسعيد. يا خبر ابيض. الاتحاد والمصري ديربي. يا جماعه الاتحاد والمصري في بورسعيد او المصري والاتحاد في اسكندريه ديربي. ديربي والمدرجات متقفله. ديربي السواحلي. سواحلي. صحيح. فلعبت على الكابتن مسعد نور. يا نهار ابيض. والكابتن مسعد نور يعني قيمه وقامه الله يرحمه. يا سلام. وبعدين انا كنت صراحه يعني مش عاوز اقول لك مرعوب وانا بلعب عليه. مسعد نور. وبلعب في بورسعيد. وانت عارف الملعب لما كان في ملعب بورسعيد في الماتشات اللي زي دي عامل ازاي؟ امال ايه؟ الجمهور بتاع بورسعيد عامل ازاي؟ الجمهور اللي جاي من اسكندريه عامل ازاي؟ فربنا وفقني وكنت اول ماتش العبه ولعبت كويس جدا جدا. هو المصري كسبنا 1-0 بس انا عملت ماتش كويس جدا كناشئ طالع. الكابتن اباظه بيضخه مع الفريق كويس. بعدها لعبت يعني انا كنت عاوز اوري لك انا كنت بلعب على مين. فراوده كنت بلعب عليهم. ايوه التقل. ايوه. تاني مباراة مع الزمالك ضد كورشي. يا نهار ابيض. يا خبر ابيض على الصعوبة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني مش عاوز اقول لك قد ايه. يعني وكان طبعا ودي المباراة اللي يمكن ثبتت اقدامي مع نادي الاتحاد. لان عملت مباراة عمري ضد كورشي واعتقد ان انا يمكن لغيته تماما. كان الله يرحمه المذيع احمد عفت. على رحمة الله. يا سلام. نعم. تمام. فبيقول يعني قال لك ده كابتن اباظه قال لي طارق العاشري الزق لكورشي. ايوه ايوه كان معلق لطيف جدا. الزق لكورشي. نعم. فلزق له لزقه جامده. نعم. ما جابش عارف كابتن احمد عبد الزملكاوي. زملكاوي طبعا. بس راجل جميل والله. فالماتش يعني صعب جدا وده كان الماتشات اللي ثبتت قدامي. بعدها كابتن حمدي نوح. يعني انت شايف ما انا يا جماعه انتوا بتحطوا لنا الماتشات ورا وانا مش هينفع يعني ان انا اضيف قدام. تحطوا لنا على الشاشه اللي هنا. يعني في كل فريق كان في اثنين سترايكر على الاقل. كان زمان بيلعبوا اثنين فراوده. يعني مش عاوز اقول لك اثنين تقال. تقال محمد حسام كان معلق. وما كانش فيه يا جماعه لا كباين للمعلقين. دي المباراه بتاعت الاتحاد والاهلي. دي 0-0 يا طارق. 0-0.
ويمكن انا انفردت بيك كابتن جمال غندور وخبطتك في بركبتي في عينك بسن الجزمه. ركبتي ايه؟ ركبتك ايه؟ انت طلعت مني خلي بالك جول كره بدماغي هتلاقيها موجوده عندهم ده في كان بيعلق اشرف شاكر ساعتها وكره في الثانيه جمال غندور الحكم اهو كابتن جمال غندور كابتن جمال الحكم وده من الماتشات الجميله اللي انا بحبها برضه هتبص على المدرجات اذا جت الكاميرا انت شايف هتشوف لو الكاميرا فتحت هتلاقي الاستاد على اخره على اخره متاكد استاد اسكندريه طبعا تمام على اخره, السنتر كله اتحاد وبقيه الجزء بتاع الجزء بتاع النادي الاهلي كله جمهور النادي الاهلي طبعا وكانت مباريات اللي هي طبعا يعني الناس كلها في اسكندريه واللي حتى على التلفزيونات وعلى الشاشات بتستناها من زمان يعني انت عارف يا كابتن طارق ان انا من المفارقات الغريبه انها مع الاتحاد السكندري ما خسرتش قدامهم ولا مباراه ولا 15 مباراه لعبتها دخل مرماها هدف واحد كان من ضربه جزاء الاهلي كسب 4-1 واللي سجله كان احمد رجب والماتش ده كان اتلعب في المنصوره كان في عقوبه باين على الاتحاد السكندري فنقلوا الماتش في المنصوره دي من المفارقات العجيبه انا اصلا انا بحب دايما نادي الاتحاد كمل قصه الزمالك وقصه الماتشات مع النادي الاتحاد فابتديت شويه بشويه كلاعب ان انا اثبت اقدامي 85 لو تفتكر ايوه ابتديت اروح منتخب مصر صح لو تفتكر ان رحنا كان في ارتباط دولي في النرويج وكان منتخب مصر لسه خارج من المغرب في بطوله كاس عالم مصر والنرويج لما خرجنا 2-0 من نعم. فقالوا يعملوا جيل جديد صح وكان حارس المرمى حراس المرمى في الوقت ده كابتن علي اغا الله يرحمه علي اغا وكان معاه كابتن احمد ناجي وافتكر يعني ان احنا خدوا مجموعه صغيره كل الصغيرين اللي طالعين كان حسام حسن واحمد رمزي وانا ومعاهم عماد سليمان بس من كابتن عبده كان بيحب رحنا لعبنا المباراتين مع النرويج كان في التزام برد الزياره وكان لازم كسبناهم في مصر تعادلنا 1-1 1-0 باين انا لعبت المباراه دي 1-0 ودي المباراه اللي ودي المباراه اللي خلتني ليا اقدميه دوليه انا لسه بحكي القصه انها كانت مباراه رسميه مصر والنرويج وانا لعبتها وادتني اقدميه بس جه الكابتن جاري بعد فتره كده قال لي هشام كان اقدم منك وكانت شغلانه كده وحدوتها قلت له ما تفرقش معايا بس اظن كسبنا اظن 1-0 بعدين كان في التزام برد الزياره عملوا الجيل الجديد نعم اللي هو كان الولاد اللي طالعين الصغيرين وانا كنت واحد منهم رحنا مع الفريق الاول خسرنا 3 ومع الفريق الثاني الاولمبي خسرنا 6 يا نهار ابيض كويس ان انا ما سافرتش هم كانوا مضحيين بينا ايوه صح كانوا مضحيين بيكم ده صحيح وقالوا بس خدت الصك الدولي وقالوا لنا ان احنا لما يجي كان جاي بقى مايك سميث ايوه كان جاي مايك سميث وقالوا لما يجي المدرب الانجليزي هنشوف مين اللي ممكن ينضم على المجموعه انضم اعتقد حسام في المجموعه دي 86 اعتقد من هو احمد رمزي اعتقد مش فاكر رمزي قوي بس كان عماد سليمان لا عماد كان اوريدي منضم موجود 86 رجع المجموعه القديمه كلها ايوه صح رجع المجموعه القديمه كلها يمكن اشرف قاسم اعتقد اشرف موجود اشرف لاعب اشرف مسدد البنالتي قدام الكاميرون ايوه بالظبط انا ممكن اقول لك كان حسام كان الحارس كابتن ثابت البطل عليه رحمه الله علي شحاته محمد عمر حماده صدقي ربيع ياسين والله ممكن يكون رمزي كان موجود ممكن كان ربيع ياسين كان بيلعب فعلا ربيع اساسي مجدي رمزي كان احتياطي مجدي عبد الغني ممكن يكون رمزي احتياطي مجدي عبد الغني مصطفى عبده وطارق يحيى شوقي غريب والخطيب شوقي غريب لما جيب العافيه انا فاكر اللاين فيرود كله الكباتن الكبار يعني مصطفى عبده والخطيب وطارق يحيى وجمال عبد الحميد وجمال. كان اشرف قاسم كان بيلعب في وسط الملعب بالظبط ساعتها كمان حتى لعبنا في الاخر بعد ما خسرنا من السنغال 4-2-4 لو تفتكر يعني. بالظبط كده نعم وبعدين لما خدنا البطوله كانت الدوره بتاعت كوريا بتاعت الرئيس ايوه لو تفتكر ايوه دي بقى 87 ايوه صح ورحنا البطوله دي في كوريا ايوه وكانت بطوله جميله جدا واحنا عملنا فيها نتائج هايله للمنتخب ايوه من بعدها ابتديت بقى في المنتخبات مع الكابتن جوهري الكابتن الدكتور طه اسماعيل 94 نعم وابتدينا بقى المشوار مع نادي الاتحاد لكنه كمان دوره الالعاب الافريقيه في كينيا دوره الالعاب انا عايز اقول للناس على شويه مفاجات
انه مثلا امام عاشور كان معاك في حرس الحدود. امام طبعا لعب معاك 25 مباراه، مسجل 4 اهداف وصنع هدف. نحكي شويه عن امام عاشور مع حرس الحدود، يمكن يعني غازي محله ثم حرس الحدود معاك. حرس الحدود ده 25 مباراه يعني معناها لعب 2 سيزون تقريبا. أيوه. معاك كان سنتين. احكي لي شويه. امام كنا جايبينه من الغزل ويمكن هو حتى مشاركاته في الغزل ما كانتش كتير. مظبوط، كان لسه صغير. بالظبط. وكان لسه صغير ولد يعني، صراحه بانت موهبته من صغره. نعم. ويمكن هو حتى مشاركاته انا كنت دايما بخليه الشوط الثاني اللي كان بينزل بيعمل لي فرق بشكل فعلا. وكان هو بلعبه في الطرف الشمال وساعات استعين بيه سترايكر. والله يعني نص الحربة. هو اصلا طرف شمال طرف يمين سترايكر. يعني هو اصلا ده الاصل. هو الاصل كان بيلعب معانا كده. ولما كان بيبقى في عندنا غيابات في السترايكر كنا بنستعين بيه، لان هو عنده قدرات تهديفيه بشكل كويس، سريع مهاري، وكان صراحه بيحارب عشان نفسه، عشان يزرع نفسه بشكل كبير جدا. نعم. وده اللي اظهره معانا في الحرس. كنت متوقع ان امام انه هينضج ويبقى بالنجوميه دي؟ صراحه يعني هو ابهرني في لما انتقل لنادي الزمالك، ابتدى يعني ليه في تكوين شخصيته بشكل كويس جدا جدا. وانا كنت مبسوط له صراحه ان هو يعني اصبح لاعب ليه كيان. وبعدين ابتدى يتدرج، ابتدى يتاقلم على اللعب مع انديه القمه. نعم. وده طبعا يفرق كبير جدا مع الانديه بتاعت حرس الزمالك. ايه الفرق بين امام حرس حدود، امام زمالك، امام اهلي من وجهه نظرك؟ مش شك في تطور كتير جدا في شخصيته وفي تطور لعبه. نعم. لان طبعا هو النهارده بيلعب في نص الملعب غير المكان اللي كان بيلعب معاه. نعم. وصراحه ما تنساش امام كمان في منتخب مصر لعب ظهير ايمن، لعب باك رايت. يعني طبعا انا قصدي هو لعيب عنده مواهب تقدر تستعين بيه. نعم. في فك الشفرات. شكر. صح. يبقى عنده مرونه تكتيكيه يساعد المدرب. نعم. لما بيكون في قمه التزامه. نعم. لما بيكون في قمه تركيزه تستطيع انك تاخد منه يعني انتاج جيد جدا جدا. ده امام مع حرس الحدود. طبعا. نعم. كان مؤثر جدا جدا معانا. نعم. ويعني وده يمكن اللي ابرزه. نعم. واللي خلاه ينتقل لانديه القمه. نعم. من الزمالك للاهلي. ما انا برضه بس وبعدين ابتدى يتطور. يتطور لعبه بشكل كبير، اتطور لعبه اكتر. انا شايف ان هو لما جه النادي الاهلي. لما جه النادي الاهلي ايه التطور اللي حصل له؟ تطور في شخصيته. تطور في شخصيته، تطور في انضباطه التكتيكي، خد جرأه اكتر على الجول. ايوه. الزيادات العدديه، المرونه اللي عطيها الكولر ليه في الزيادات العدديه. هو امام عنده ميزه كويسه جدا يمكن بتبقى مش متواجده كتير، ان هو بيحب يسدد من خارج منطقه 18. ميزه طبعا ميزه. وفي مباريات كتيره جدا احرز فيها اهداف بالتسديد من خارج منطقه. صحيح. هو يعني هو حبه للتسديد من خارج منطقه 18 غريزه عنده. عنده الجرأة من ايام حرس الحدود. يعني من ايام حرس الحدود. نعم. هو عنده الحته ديت بيدور عليها وهو كويس جدا جدا فيها. نعم. وبيعمل فيها فرق بشكل كبير. كمان لما ياخد تدريبات اندفيدوال عليها في التدريبات الفرديه على المرمى مفيش شك طبعا بتسخره. طيب. لكن انا شايف برضو ان يعني امام برضو على صعيد الشخصي اتغير شويه. يعني في تغيير شويه في شخصيته، الكاريزما بتاعته طبعا في فرق كبير جدا في اللعب مع حرس الحدود. وفرق كبير جدا جدا لما هو بيلعب قدام النادي الاهلي. ده من النادي الاهلي مطالب دايما مع النادي الاهلي. بيلعب مع النادي الاهلي. بيلعب مع النادي الاهلي. نعم. مطالب دايما ان هو يبقى كويس. مطالب دايما ان هو يبقى في الفورمه. مطالب دايما يبقى في التركيز. لما بيغيب طبعا مفيش شك طبعا يعني تسليط الميديا والاضواء. صحيح. بتاخد من تركيز اللاعب بشكل كبير جدا. نعم. جدا، وان يبقى متسلط على حياته الشخصيه، متسلط على حياته اللي خارج الملعب ثم في الملعب. وهو ذات نفسه لو يعني ديت يعني نصيحة الإمام إن هو لازم يفصل بره الملعب غير الملعب. نعم. خالص حياته الشخصية شيء، ثم الأدوار بتاعته والواجبات بتاعته داخل ناديه وداخل فرقته لها دور كبير جدا. وأنت بتوجهه كان من الناس اللي بيستجيبوا بشكل لا بيستجيب. إمام مطيع جدا. مطيع جدا. جدا. وكان بيسمع. صراحة يعني بيسمع وبينفذ. نعم. لما ده كان أنا عاوز أقول لك إحنا في ماتش كان ضد نادي الزمالك كنا بنلعبه في ملعب بوتر سبورت في امشي. انا فاكر الملعب الماتش ده، وكان امام الطرف الشمال بتاعنا، وكان كهربا في الزمالك في الفتره. أي. دي ايوه. امام ضيع انفراد لو تفتكر المباراه دي في اخر ثانيه المباراه، ضيع انفراد للحرس
2-1 للحرس، تردد لكهرباء 2-1 للزمالك. ياه. قاعد يعني مش عاوز اقول لك قاعد يبكي يا بكاء الاطفال والله العظيم بعد المباراه، ان هو ازاي ضيع الفرصه ديت. بالنسبه له كان بتفرق معاه كتير جدا لما لما بيسجل في الانديه الكبيره في الزمالك لاعب طبعا مفيش شك بيبقى علامه بارزه ان انا سجلت طبعا في الانديه. طيب نروح كمان لعيب كهرباء معاك في انبي، لعب 28 مباراه مسجل 8 اهداف وصنع هدفين. كهرباء طبعا يعني من ولادي هناك، وليه يعني قصص كبيره جدا معاه والله العظيم. لان هو طبعا بصي انا لما رحت انبي كان في جيل عظيم في انبي. ايوه. جيل كبير. ايوه. والولاد الصغيرين بتوع انبي كانوا كويسين جدا، جيل بتاع كهربا ورفعت وقفشه. الجيل ده كان جيل كويس ومتميز، وكلهم لو تفتكر كانوا مع الكابتن ربيع ياسين في المنتخب. مظبوط. وكهربا كان يعني السكه كان ضارب شويه في كهربا. وهو صغير تمام. فانا والولد انا شايف فيه يعني لامع فيه موهبه وهيبقى كويس. ايوه. فحبيت ان انا احطه على الطريق، فجيت مره واحده واخد قرار ان هو ينزل للفريق الصغير بتاعه. اوبا. تمام. وان هو يتمرن مع الفريق الصغير ما يطلعش الا لما انا هتابعه تحت. مع المدرب تحت. وان يأدي كويس. كويس. المهم هو صراحه التزم يعني. بس والده يعني جه اعترض اعتراض شديد جدا ان ابنه وعاوز يمشيه وعاوز يعني. قعدت جلسه مع والده قلت له لو سمحت سيب لي كهربا، انا الولد انا بالنسبه لي كويس بس انا بعالجه سيبني سيكولوجيا كويس عشان يبقى كويس. كويس. من بعدها صراحه بقى مؤثر جدا جدا، فابتديت اطلعه الفريق الاول هو ورفعت وقفشه، كان من العناصر اللي احنا بنعتمد عليهم في مع الفريق الاول، وكان لهم اثر ايجابي جدا، وبالتالي لما ابتدوا يسمعوا ابتدوا ينتقلوا للانديه الكبيره. نروح لقفشه. قفشه لعب معاك 16 مباراه مسجل هدفين وصانع هدف، برضو ارقام قفشة كبيره. قفشه ليه برضو معايا قصه. يلا. لان طبعا هو قفشه لما طلع من الولاد الصغيرين فكان في مكانه عدد كبير جدا من اللاعبين، عادل مصطفى على المجموعه الموجوده دي، فكان قراري ان هو يطلع لنادي اعاره وبعدين يرجع تاني. كويس. فطلع للمطروح، رجاء مطروح. رجاء مطروح. نعم. رجاء مطروح وادى بشكل كويس، وكان في احنا كنا عاملين معسكر، وكان يعني للصدف ان احنا اتفرجنا على ماتش من ماتشات رجاء مطروح كان في الدوري، وهو كان بيلعب وهو جاب جونين. وقررنا ان احنا نرجعه تاني عشان هيبقى ليه دور كبير جدا. بعدها ابتدى برضو ينتقل بشكل كان في نفس المركز ولا برضو كان بيلعب تحت الاسترايكر. تحت 10. هو بيحب المكان 10. هو ده مكان هو ده المكان الوحيد اللي تستطيع انك تستفيد من امكانيات قفشة. هو بيحب ان هو يكون فري وان تعتمد عليه بشكل كبير جدا في الاستلام والتسلم والتمويل للخط الهجومي، زيادات العدديه، التسديد من خارج الملعب. يعني واجباته يعني الهجوميه اكتر، يعني لو انت عملت نسب 60-40. نعم. لو جابته 60 هجوميا و40 دفاعيا. دفاعي. نعم. برضه من اللعيبه اللي نورت معاك رغم انه ما لعبش كتير حمدي فتحي. حمدي انا اللي جايبه اصلا. انت اللي جايبه. ايوه جايبه من دمنهور. مش كده؟ طبعا كنا بنلعب دمنهور في الدوري. ايوه. ويمكن انا اتكلمت مع كابتن عبد الناصر محمد. نعم. يعني تحياتنا تحياتي طبعا كابتن عبد الناصر، كان من الناس يعني الجميله. وبعدها الموسم الجديد قال لي يعني محضر لك مفاجاه. قلت له ايه؟ عبد الناصر. قال انت كنت شفت حمدي. قلت له قلت له الواد ده لو جبناه هيبقى اضافه قويه جدا جدا، وهو كان فعلا بارز في دمنهور. وفعلا كان بيلعب في نفس مركزه؟ كان بيلعب في السته. بيلعب مركز سته. فلما جه فعلا كان يعني من اللعيبه اللي لها كان لها دور معانا كبير جدا في التطوير. وهو كمان لعبه اتطور بشكل كويس. صحيح. وابتدى بقى طبعا يبقى العين عليه من الانديه الكبيره زي النادي الاهلي، وابتدى وحرن بقى عندك لما الاهلي كلمه قال لك لازم اروح النادي الاهلي. طبعا هو كان النادي الاهلي لما يفتح الباب في انبي ما كانش بيتقفل. اللاعب ولا الاهلي خالص. خلاص طالما هيروح النادي الاهلي هيروح. والنادي باعه بيع كويسه ساعتها. لا صحيح. هم شاطرين صراحه في يعني في التسويق. والنادي استفاد يعني. النادي استفاد بشكل كبير جدا. انت عارف انت النادي بعد ما الوزير سامح فهمي بتتحول للتمويل الذاتي. ده صحيح. عن طريق اللاعبين. عمرو زكي قبل كده لما لا في لعيبه كبيره جدا. لعيبه كبيره جدا. طب خلينا نروح لصلاح محسن كمان. صلاح كان منور صلاح في انبي وكان الحقيقه
يعني من اللعيبه التقال والهدافين. انا مبسوط انه ما شاء الله استعاد كتير من فورمته مع النادي المصري، بس في الوقت ده كل كان بيشار على صلاح محسن يا كابتن طارق انه هيبقى اهم راس حربه في مصر. هو فعلا يعني هو اصلا يعني نسيت اتكلم فيه لان هو كان من المجموعه اللي احنا صعدناها مع رفعت وكهربا وصلاح. يعني هم الثلاثه دول كانوا من ابرز اللاعبين اللي هم كانوا موجودين في القطاع في الفتره ديت، وكان لهم تاثير. ويمكن انا اول من يعني خليت ابتدى صلاح يشارك مع فرقه انبي، ساعات يشارك على السترايكر، ساعات كمان انت توجد له مكان بيلعب على الاطراف، بيلعب على الاطراف على الاطراف كبير. بشكل كويس جدا، لعيب مهاري بيلعب دماغه كويس، بيقدر يتصرف بشكل يعني السكيلز بتاعه كويس.